ورحم. كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا. كريالايسون كريالايسون يا رب ورحم. كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله. كريالايسون اسمعنا وارحمنا. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم. كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله. كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم. كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله. كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا. كريالايسون 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 كريالايسون. قدوس 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 رب السماوات السماء الأرض ونتنمك كرامتك ارحمنا ودوت كل أساس قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ودقتنا سواك حلو واغفر سبحان الله عن سيئاتنا لا تصنعنا بإرادتنا لا تصنعنا بغير إرادتنا لا تفعلنا بمعرفة لا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر من أجل اسمك القدوس الذي ذكر رحمتك يا رب وليس خطايانا اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر قدس اسمك لا يتم ملكوتك تكن مشاهدك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمساس يا ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد لا ودامي مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة طمعتهم كلهم الأجر السمائي صلوا من أجل ليلو يا فاي بيبي اوي طيب شويس سميو مارنسي انت نونو في مون انخين ويب شويس كنا من وي سكي صوت انن موي افس مروت انجبيس نيوخن ابرا امي بشويس الليلو وابنوت نوت بزمروت نجيب نوت ويوت ببانتو كراتور بزمروت نجيب منو كنيس نشير يسوس بخريستوس بين شويس بزمروت نجيب ابن ابن يسوى ابن بركلي Beti ragius esse osagius in magion amin. Flogitos kirios osios estos eonas amin. Es nos tiros moe pshois maroes moe rufin genile os tiro. Jabif naitagro eriegon votem sminte pshois. شوب شاين يا مين الليلويا سابت ريك ايوك اقيوب نوماتي كنين كاي كيستوس يونستون يونون امين الليلويا اشليل ايه ببرشف شي استوسيتي كيتوب نعماتي سو مارين شي بموتون تطفن بريفر باسم لات فيوتين بن شويس وبن نوتي بن سوتير يسوس بخريستو شي بريسك بعضين يكون ابن بوتين رفارين وشبتنين ونفتي اسويرون افتي تدنا من تلشارين يا طاي اونو ساين صفون مارين تبوس انتفاريرون فن بايسو افان بانتوكراتور بشويس بن نوتي روس فكساستي كيريا نادي من دوكرا توري بيوتن بن شويس وبن نوتي بن سوتي ريسوس بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال
لأنك سترتنا عن تناح في السنة وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وأضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لك ارحمنا الله يطرف علينا أسمعنا وعيننا وأكبر صلاة طلبات قديسين وبصلح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن نال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. يا رب رحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين ظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضوعك المقدس هذا المصلحات ونفعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب وكل قوات العدو. كل الشعب يقول المحيط بهم مثل الأقصى الآب والابن والروح القدس فهم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة 19 رسولا مناظر إنجري مرقس رسول بطمي مع عدس كروس القديس أسناسيوس رسول القدس بطرس خاتم شعز القديس يوحنا زابي فهم القديس كريس القدس باسي القدس غوريس فهم 318 عن المجتمع يقول 150 برقسطنطين بأفس فهم أبيرا المكرم الأنبة تدروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبي نوز كل مكرم الأنبة مساس ومن فهم حقارتي لأنه مملوء مجد اسمك القدوس تيس آمين كاتو ابن اوما آتي إيسو تن أشت موكو بخرستوس من بكيو تن آغاسوس من بيبن وما إيسو جاءك إياك صوتي أمنا هنا آن. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول العبرانيين بركاته على جميعنا أمين. بنو يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو ما للرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة. أما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران. وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا كرئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي
يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون له هذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى الناموس وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك فعل الجبال. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينتي ولا كل واحد أخاه قائلا أعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. وبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما من عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي الجميع، أمين. الكثير يكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بركاته على جميعنا أمين. من الشيخ إرغايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى كما أن ترك نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم، فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتيريفس الذي يجب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي عملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة، وإذا هو غير مكتف بهذا لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثلوا بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق، ولكن لي كثير لا أكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد، أمين. شيرنا ماريا Hey.
فصل من أعمال أبان الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ومن بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابا يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذان معهما، فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر. وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج، وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكيليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة والاسطرة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في الاسطرة وأيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا. وإذ كان يطوفان في المدن كان يشتريعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي كررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتقصر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين. بسم الله الأب والابن الروح القدس الواحد أمين. اليوم الحادي عشر من شهر مصر المبارك أحسن الله استقبال وأنتم ونحن فرحتين قسام من قبل مرحمة ربي أبي أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنايح القديس الأنبا مويسيس أسقف أسيم مركز محافظة الجيزة. كان هذا القديس بتولا منذ صغره درس العلوم الكنسية ورسم شماسا، ثم مضى وترهب في برية شهيد عند رجل القديس قضى في خدمته 18 سنة مدوما على الصلاة والصوم متحليا بالاتضاع والمحبة. ولما ذاعت فضائله رسموه أسقفا على أسيم، فصار سيرة فضيلة ورعى رعاية المسيح أحسن رعاية، وكان زاهدا فلم يقتني شيئا من في كل زمانه. وقد قاس هذا القديس هو والبابا خائيل الأول البطريرك 46 من بطرقة الكرازة المرقسية شدائد عظيمة، وصنع الله على يديه آيات وعجائب كثيرة. ولما أكمل سعي وصل إلى شيخوخة صالحة عرف وقت نياحته فاستدعى شعبه وباركهم، ثم بسط يديه وصلى وتنيح بسلام بعد أن أقام على الكرسي أكثر من 20 سنة. بركة صلواته فلتكن معنا ربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. Agios os e os agios es cheros
Αγίος ασθανάτος ο εκπαρσέν ο γενέτης ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος εις χέρος, Αγίος ασθανάτος ο Αναστάς εκ των νεκρών, και αν ελσον Ιεστος ουρανος ελέησον ημάς δόξα πατρίν και ιόν και αγίο πνεύματι και νυν και αΐν και ευστός αιώνας των αιώνων αμήν αγατρίας ελέησον ημάς σλήν Είπε προσευχή στο θητή της μωρήν υπόση και το πνεύμα της Υιός εδραβέσον μεσέχεν αδί χώταβατε νεμίζω القدسين والصلاة وارمو كرمين قائل النبي أن وبرانا كثير نشتان يارو ما أنتم ترون ولم يارو أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتوب عنكم لا تبسى أذانكم لأن لا تسمع فنستحق الناس معنا بانك إليك المقدسة مثل الباط قديسي صلونا إليك المقدس واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصلنا نذكرهم في صلاتنا في الباطنة التي نرفع عليك الرب إلهنا الذين سبقهم فرقدوا يا ربنا يحم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كل رجعنا كل شفاءنا كل خلصنا كل قيمتنا كلنا بسم الله وتنجبت نخنف رنب شو سنتيني قوم كيري أبلغ سنتو قاطع يؤنن أغيو تنغنو سما صاصي كيري كوم أخوتنا مام الله انسيتو لسماع الانجيل المقدس وصلن بشارة الانجيل معلمنا ماريو حنا البشير التلميذ الطار بركاته علينا أمين من مزامير أبينا داود النبى الملك طار بركاته علينا أمين موسى وهارون في كهنتي وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمهم الليل يا مبارك الاتي باسم الرب رب القوات ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم الى الابد امين الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت وإذ ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لأنها ولدت إنسانا في العالم فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا ولكن سأراكم أيضا فتفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا الحق الحق أقول لكم إن كان أن كل ما تطلبونه من الآب باسمي أعطيكم إياه إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا فتأخذوا لكم فرحا كاملا قد كلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الآب خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب قال أنا وتلاميذه وذا الآن تتكلموا علانية ولست تقول مثلا واحدا الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد لهذا نؤمن أنك من الله خرجت أجابهم يسوع الآن تؤمنون هو ذات ساعتين وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلاما في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم
لله دائما تنتشسم وخنو ام بشان مالي صابتي سي انجني جتس ماروت انسوخني يوم فس ماروت انجب اوطا انتتي اني جي جيف اسمرو ان يميوت نمشيري نم ابن وان صواب تتري اسج كبول تنوشت مستنتيون ان صوفيا سيبروس خمين كيري لسون كيري لسون خن او من اسمي الحقيقة نؤمن بإلان واحد الله لا ضغط الكل خالق السماء والأرض ما رب نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود ما قبل كل الدهور نور من نور الله مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا بشر من اجل خلاصنا نزل تجسد من الروح القدس ومريم العذراء تعالى الصلب عنا على دبلات البنتي تعالى مكبر وقائم بين الاموات وصعد على السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده ليهدينا الاحياء الذي ليس لهم في انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب من بسم الله ابن اسجد لنا مع الاب والاب الناطق في الانبياء وكنيسه اعظم قدس الجامعه الرسوليه ونعترف مع مدير احد المفرط ننتظر قيامه الاموات وعدد تين قشتي فولخاي تين تي اناستاسي سنتين رب موت نم بيون خنتي بيون سنيو سبحانه وصلوا عن نشلين اي بي برسف شي الساسيتي يزوريني باسي يتوبني وماتي أيها المسيح إلهنا القوة المخوفة غير المفهومة التي إلى الله الآب الجالس فوق العرش الملتهب الشاروبيم والمخدوم من القوات النارية أنت نار آكلة كإله من أجل تناذلك غير الموصوف ومحبتك للبشر لم تحرق الخائن الغاش عندما دنا منك بل قبلته قبلة المصاحبة جاذبا إياه إلى التوبة ومعرفة قصارته اجعلنا مستعقين نحن أيضا يا سيدنا في هذه الساعة المخوفة بفكر واحد بغير شيء من التشكك وبقية الشر أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة ولا تطرحنا في الحكم إذ كنا غير أنقياء بالكمال من حماة الخطية والخبث وتذكار الشر القاتل كما يرضي صلاحك لكن أنت بتعطفك غير الموصوف ولا المخبر به استعرف ضعف جبلتنا وانغماسها إلى أسفل امحي كل أدناس سيئاتنا لكي لا يكون لنا هذا السر الذي للاهوتك دينونة ولا وقوع في دينونة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة رسوليا يا رب ترفع كل الخطايا وتنقل الظلم والآثام التي للناس الأشقياء إذ أنت تهري العالم كله أنت الذي ينبغي لك التمجيد بصوت واحد مع كل أحد المجد والكرامة والعظمة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس
المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دار الدهور كل آمين. مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم كفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت تن برز بي انت تساتو كوس سواب ماري شوي ساري مطنان بكوي فولن تن النوب تنوش تموكو بخرستوز نم بكيوت ناغاسوز نم ببن وما سواب شاكي اكسو تيمون إليوس إرينيس سينسيا Shabbat
شم شم غير المحوى غير المبتدي الأبدي غير الزمن الذي لا يحاد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بماجدك أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئيين أنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا أيها الجلوس كافو أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة نصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر ونبارك عظماتك وإلى الشرق انظروا أنت والقيام حولك الشاروبيم والسرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم ويسترون أرجلهم ويطيرون بإثنان يصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تذبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجداً يسبحون وينشدون ويهتفون قائلين نانسي الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السباوت السماء
والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك. ليس شيئا من النطق يستطيع أن نحد لجات محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك. من أجل تعطفاتك الجذيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفا، ثبتت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجل أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدامي. لم تدعني معوز شيئا من أعمال كرامتك، أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي، ورسمت في صورة سلطانك، ووضعت في موهبة النطق، وفتحت لي الفردوس لأتنام. أعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة، وعرفتني شوكات الماء. غرس واحد نهيتني أن أأكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصايا. أنا اختطفت لي قضية الماء، حولت
لي العقوبة خلا معيان الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة. أنت الذي أرسلت للأنبياء من أجلي أنا المريض. أعطيتني الناموس عونا. أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين. يا رب بطن العذر أيها الغير المحوز. أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك أخذت شكل لعب. باركت طبيعتي فيك أكملت ناموسك عني. أريتني القيامة من سقطتي. أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم. أذلت لعنة الناموس. أبطلت الخطية بالجسد. أريتني قوة سلطانك وهبت النظر للعميان. أقمت الموتى من القبور. أغضعت الطبيعة بالكلمة. أظهرت لي تدبير تعطفك. احتملت ظلم الأشرار. بذلت ظهرك للصياط وخديك أهملتهما للطم لأجلي يا سيدي. لم ترد وجهك عن خزي البوصى. مثل حامل حتى إلى الصليب
أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيئتي بقبرك، أسعدت بكورتي إلى السماء، أظهرت لي إعلان مجيئك، هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد
لك في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك. أخذ خبزا على يدي الطارتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحيتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. نظر إلى فوق نحو السماء إليك الله بسيت كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه آمين. نؤمن ونعترف وقسمه وأعطاه أيضا لخاص التلاميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسد الذي يقسم عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. وكذلك أيضا بعد العشاء مزج من عصير الكرمة والماء والشكر آمين آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد ذاق وأعطاه أيضا لخاص التلاميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا خذوا واشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي دم الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة آمين. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي آمين آمين آمين. بموتك يا رب أبشر وبقيامتك المقدسة صعودي كإلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام مقدسة وقيمة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا
نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ننصت آمين. كمين انت بن سومس وبن طاق في نات آمين باي فوت ديون انصوف الطيوت انت يديك انفري انطا كمال انت نات كريالايسون كريالايسون. نعم نسألك أيها المسيح إلى أن أثبت أساس الكنيسة يا رب رحم وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا كريالايسون لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب رحم الرعاة تضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم كريالايسون عطيبها للإكليروس نسكا للرهبان والراغبان يا رب رحم طهارات للذين في البتولية حياة صالحة للذين هم في الزيجة كريالايسون نجاحا للطلبة عملا للمحتاجين يا رب رحم رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء كريالايسون وداعة للفضلاء معونة للمساكين يا رب رحم الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم كريالايسون المؤمنين ردهم لتنقاد انقسامات الكنيسة يا رب رحم حل تعاظم عن البدع كلنا حسبنا في وحدانية التقوى يا رب رحم يا رب رحم يا رب سيدنا نتناول من قدساتك طهر أنفسنا أجسادنا روحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلامة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب بالدم الكريم الذي لمسحك حفظ بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا أسكن يا رب رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريك في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا تيموثاوس صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك رئيس سقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا تيموثاوس وسائر سقفاتنا الأرثوذكسية يا رب رحم الذين في
رسولنا كلمة الحق باستقامة بكنيستك المقدسة لرقاتك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين الشمامسة. صلوا من أجل القصوص والشمامسة والقمامسة والأبزكين وسبعة غمات وكنيسة الله. يا رب يا طهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله لا ضابط الكون اذكر يا رب خلاصة الموضع الذي لك وكل المواضع كل درة بان الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم وقريتنا هذه وسائل المدن والأقاليم والجزائر والأديورة. يا رب ارحم الساكنين في بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة باركها. عن صعود مياه إلى نهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويصعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعوننا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب نعمتك فرح وجه الأرض وروح أرسى أكثر أسمارها أعدها للذرة والحصاد ودبر حياتنا كمليك. باركك لي للسنة بسلاك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا نحن الذين نرجوك ونطم اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا سبصلاك معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تسكب جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال أبانا القديسين رؤساء الأباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر القديس ومجد عذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس استفانوس ري الشمامسة والشهداء ناظر إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سويرس معلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس رئيس الكهنة خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذئب الفم والقديس يودوسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أغرناط بليات والقديس أغرناط والقديس غرغوريوس الأرماني والثلاثمائة ثمانية عشر مجتمعين بقيام خمسين بالقسطنطينية مائتين بأفسوس
أبونا صديق أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولاسراس أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لوباس الصليب أبونا أحنس القمص وأبونا بشوي البار الرجل الكامل الذي غسل قدم مخلصنا الصالح وكل مصافي قديسيك أولا الذين بسؤالات وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدس الذي دعى علينا القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب نحس مجمعنا واغفر لنا خطايانا ربو اسمو اسو وابشو بن من عمير زوك ساسين كيريا كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا فلوغسون كيريا أنا بابسون آمين وأولى وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمه الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين راقدوا أذنهم وفعلوا من المسيح منذ البات تفضل يا رب نسمع أجمعين فاحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضر عن برع فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة وتناوت في نور قديسيك يا رب رحم كريا ليسون أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا بإيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام كما كان كذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور آمين واهدنا يا الله إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بارك وسلام لجميعكم ولروحك أيضا وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل وربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية الغير المائتة لجسدك المقدس والدم الكريم
ذلك الكريم اللذان لمسيح ضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب خطية العالم كله الجالس على كرسي مجده الذي يقف أمام جميع الطغمات السمائية الثلاث تقديسات والأربع وعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم وأربع وعشرون إكليل ذهب فوق رؤوسهم وأربع وعشرون جامة ذهبا في أيديهم مملوءة بخور الذي وصلوات القديسين يسجدون أمام الحي إلى أبد الأبدين والمئة أربعة وأربعون ألفا البتوليين غير الدنيسين يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين الليل يا ونسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليل يا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليل يا قدوس الروح القدس البركليت أمين الليل يا القديسة العذراء مريم أمين الليل يا مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين الليل يا من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي مأكل حق ودمي هو مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيه وأنا أيضا أكون فيه نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة غير مغذي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك الآب القدس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا
ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لله. خم بخريستوس يسوس بن شويس كي فلا سيمون تو كيريو تلينا تيج انو بيون سو كيريا روز خمين سيو متافو وامير نباسي كيتو بنوماتي سو اللهم حلنا وحل كل شعبك من كل لعنة وكل اذكر يا رب ضعف أيضا واخبر خطايا كثير وحياتك اسم خلاص لا تمنع شعبك من نعمتك حللنا وحل كل شعبك اذكر يا رب سلام كنيستك الوحدة الوحيدة رئيس كنيستنا البابا المعظم الأنبا تدرس ثاني شريك الخدمة الرسولية أمين اذكر مكرم الأنبا موسى واسم اذكر يا رب مرضى شعبك شيء الحزان عظيم والأرام والأتام عنهم اذكر بالذين ليس لهم أحد يذكرهم اذكر يا رب الساقطين أقمهم والقيام ثبتهم أعطي يا رب كل واحد حسب سؤل قلبه أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها خالص حقا مع روحك ننسى بخوف الله مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين بارك رب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس آمين واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين ميرني باسي يتوب نبماتي سو جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي يقن يسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين جساد ودم إمانوئيل إلى ناد وبالحقيقة آمين حقا آمين أمين 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 أؤمن أؤمن ومن أعترف نفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أرضى ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلص يسوع المسيح من سادتنا وملكتنا والإله القديسة الطاهرة مريم جعله وملوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وضرب الاعتراف الحسن امام بلاطس البنطي سلم على خلف سليم وقد زبرت ان قلنا بالحقيقه يؤمن ان لاهوت لم يفارق نسوت لحظه واحده لا طرفه عين يطعن خلاص فران قطايا حياه ابديه لمن يتناول منه اؤمن اؤمن من هذا بالحقيقه امين 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 اؤمن 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 هذا هو بالحقيقة آمين طلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل من نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بلا شيء للليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطائرة السمائية يا رب ارحم زوكساسي كيري زوكساسي